الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الفنية اللي بنتابع فيها معاكم آخر وأهم أخبار الفنانين هنا وبس على موقع صدى البلد. الفنانة الإماراتية أحلام الشمس اتكلمت عن انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بشكل رسمي، وده من خلال لقاء ليها في أحد البرامج. وقالت أحلام: أنا بعتت لشيرين مسج على التليفون وهي دايما بتغير رقمها، بس هي عارفة محبتنا ليها، والطلاق اسمه ونصيب من رب العالمين، وربنا يكتب لها الخير يا رب تكون مرتاحة. الفنانة شيرين عبد الوهاب كمان روجت لحفلتها في أبو ظبي ونشرت فيديو على حسابها الشخصي على انستغرام وكتبت: على موعدنا جمهوري الحبيب وحشتوني. وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد ما قامت بمشاركة البيان المتداول حول الطلاق على صفحتها الرسمية على فيسبوك، واللي كان عنوانه: النجمة شيرين عبد الوهاب بتحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب وتؤكد وقوع الطلاق رسميا. كمان نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة لي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق: هوبا رجعنا ليكو. وسبق ونشرت نقابة الموسيقيين المصرية قائمة بتضم 19 مطرب ممنوعين من الغنى في مصر، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا الشهير بمسلم. كمان نشر عمر كمال تعليق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتفاصيل خطوبته من المطربة شيماء بعد صورته الأخيرة معاها، وقال: في مفاجأة للجمهور يوم 15 هيتم الإعلان عنها ومش هقول أكتر من كده. كمان كتب حمو بيكا على صورتين لي نشرهم على السوشيال ميديا: ما بين الصورة دي ودي فرق 14 سنة، بحمد ربنا على اللي وصلت له. طول عمري شقيان، ما وصلتش لأي حاجة بالسهل، اشتغلت جزار، نجار مسلح، سواق توك توك، دول أشهر حاجة كل الناس تعرفها. وقال كمان: أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها، شقيان من وانا عندي 12 سنة. المضمون: اسعى يا عبدو وانا اسعى معاك، الحمد لله نعمة ربنا كبيرة. وشوية رومانسية عشناهم مع الفنان محمد رمضان بعد ما احتفل الفنان بعيد جوازه التاسع ونشر صورة ليه مع زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق محمد رمضان وقال: 6 ديسمبر يبقى 9 سنين حب، 9 سنين جواز، 9 سنين نجاح، كل سنة واحنا وكل زوجين بخير واستقرار ونجاح. ونروح للفنان محمد نجاتي اللي قال ان الفنان محمد رمضان افضل من الفنان عمرو سعد في تأدية دور الفنان الراحل احمد زكي، وعلق وقال: لان انا شفته في برنامج كان بيقدم فيه بطريقة احمد زكي وكان مقدمها بشكل رائع. وكمان قال محمد نجاتي ان الفنانة غادة عبد الرازق افضل من الفنانة سمية الخشاب في تقديم ادوار جريئة، واكد ده وقال: لانها مثلت ادوار فعلا جريئة زي الفيلم اللي عملته مع الفنان عمرو عبد الجليل، وده عشان هي اشتغلت سينما اكتر من سمية. وقال كمان محمد نجاتي ان طارة عماد هي اكتر حد استمتع بالشغل معاها بدل من منة فضالي، لان طارة عماد بتيجي اللوكيشن بتقعد في اوضتها وبتخرج على التصوير ومش بتتعامل مع اي حد ولا عامله مشاكل مع حد. اللي شفته منها ابهرني ان في ممثل ملتزم كده. وقال كمان ان منة فضالي كانت بتشغل نفسها بشغل الاخراج والمونتاج، ودي حاجات ملناش دعوه بيها اصلا. وقال محمد نجاتي ان حماده هلال من اكتر الفنانين اللي كان في بينهم منافسه حاميه، وده بحكم انهم اشتغلوا مع بعض 4 اعمال. وبكده تكون انتهت نشرتنا الفنية مشاهدينا. لمزيد من الأخبار تابعونا في تغطياتنا الخاصة على موقع صدى البلد.